أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: في عهد الحوثيين سلال غذائية توزع على أساتذة الجامعات. موقع إخباري يتحدث عن ظواهر جديدة في اليمن تهدد النسيج الاجتماعي. صحيفة لك بغاس الفرنسية: جهود أممية لتفادي معركة الحديدة. أهلا بكم. لا يقتصر توزيع السلال الغذائية على الفقراء والمحتاجين في اليمن، بل امتد إلى شريحة الأكاديميين في الجامعات. فبعد نحو 3 أعوام من انقلاب الحوثيين، أصبح أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء فقراء، يقول المصدر أونلاين في عنوان بارز: في عهد الحوثيين سلال غذائية توزع على أكاديميي الجامعات. قال الموقع: انضمت شرائح عديدة من المجتمع إلى خانة الفقراء والمحتاجين بعد انهيار الوضع الاقتصادي وتوقف سلطات الحوثيين في دفع رواتب أكثر من 1 مليون موظف، وهم يعولون نحو 7 ملايين شخص. ورغم أن أساتذة الجامعة يصنفون من الطبقات المتيسرة في العالم وفي اليمن أيضا قبل سيطرة الحوثيين على الدولة، إلا أنهم اليوم يعانون أكثر من أي وقت مضى. وحاولت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء العام الماضي الضغط على جماعة الحوثيين وإجبارها على دفع الرواتب من خلال الاحتجاجات، إلا أنها وجدت نفسها أمام واقع ميؤوس منه. ولجأ أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش، من بينها العمل في النجارة والبناء. وكتب مشير اليمني في تدوينة على صفحته بموقع الفيسبوك: كارثة، أكاديمي يحصل على سلة غذائية في عهد المسيرة المرانية، همش الأكاديمي والمعلم والطالب، وتمدد المشرف وتوسعت تجارة المرتزقة. بينما كتبت الدكتورة سعاد السبع: أصبح الأكاديميون من المستحقين للزكاة، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين. تقدم الحياة دروسا من واقع ما شهده هذا البلد من تجارب لمن يريد أن يتعلم أن الحكم ليس مجرد سلطة، ولكنه اختيارات إنسانية قبل كل شيء. هكذا بدأ السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: كان القرار الانتقال إلى المواطنة عملية ثورية بكل المقاييس، وهو ما دفع حراس النظام الرعوي القديم من مخلفات الكهنوت وأدواته العنصرية الطائفية وحلفائهم من حراس ميراثه القبيح أن ينقلبوا على هذه العملية التاريخية ويغرق اليمن في بحر من الدم. لم يكن في مقدورهم الإبحار سوى فوق مركب لا يطفو إلا على الدم وسط خرائب وحرائق عمت اليمن من أقصاه إلى أقصاه، ومأساة سجلت على أنها الأبشع في التاريخ. رفضوا المواطنة وتمسكوا بخرافة السلالة في أسوأ خيار لا يمكن أن تكون محصلته إلا هذا الدمار الذي حل بالبلاد. رفضوا الفضاء الوطني الواسع وهدموا الجسور مع الوطن، وأقاموا جدرانا من العزلة بمنافذ لا تتسع إلا لفوهة المدفع. الآن وبعد أن طوت الحرب الكارثية أهم حلقات المشروع العنصري الطائفي، بعد أن اقتحم مسار التغيير السياسي والاجتماعي السلمي الذي شكل تواصلا مع نضال الحركة الوطنية اليمنية منذ الخمسينات، لا بد أن نراجع الوضع داخل المكون الواسع للطرف الذي يعتبر نفسه امتدادا لهذه الحركة الوطنية، لنقرأ بمسؤولية واقع الحال، ونبدأ بالسؤال عن مفهوم الوطن عند هؤلاء والذي طحنت وتطحن الآن آلاف الجماجم من أجله. الحقيقة أن هذا الوطن غاب ويغيب داخل عنوان فضفاض للجمهورية التي جاءت ذات يوم تحمل مشروع وطن، فنهبت وتعثر ميلاد ذلك الوطن. خلال العام الدراسي الذي انتهى للتو، مد الحوثيون الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران سلطتهم إلى المناطق التي يسيطرون عليها عسكريا لتصل إلى الجامعات، حيث قاموا باستبدال أساتذة ذوي خبرة ومديري الجامعات بآخرين بحسب ميولهم السياسية
ودون النظر لمؤهلاتهم الأكاديمية، كما قاموا وفقا للموقع بوست بتغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع سياساتهم وفقا لمقابلة مع أكاديميين داخل وخارج البلاد. عبد الرحمن الشامي الأستاذ بجامعة صنعاء قال إن الآلاف من الأساتذة الذين يجسدون ضمير الأمة وفكرها لا يعانون فقط من عدم دفع رواتبهم، بل هم أيضا محاصرون من قبل الحوثيين. تعليقا على التطورات في جامعة صنعاء، كتب وليد مهدي الأستاذ المشارك بجامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة في رسالة إلكترونية: لا شك أن الحوثيين يسيطرون تماما على صنعاء، لقد عززوا سيطرتهم المطلقة على المشهد خاصة منذ مقتل صالح من خلال الترهيب والتعذيب والسجن والاختطاف. ويفيد التقرير: تسببت سياسات الحوثيين في خلق المزيد من الصعوبات أمام الجامعات الحكومية التي عانت بالفعل بدرجة كبيرة نتيجة للحرب في أفقر بلد في الشرق الأوسط. أستاذ الإدارة في جامعة صنعاء أسامة عبد الله قال إن السلطات الحوثية كما يصفها قدمت وظائف جامعية لمجموعة من أقاربهم المنحدرين من شمال اليمن، وشملت التعيينات الجديدة جامعات صنعاء وذمار وإب والحديدة. عبد الوهاب العمراني كتب مقالا في الموقع بوست تحت عنوان اليمن والتنكيل المزدوج، تحدث فيه عن فشل النخب السياسية خلال فترات طويلة ما أدى إلى تصدر جماعات مسلحة مشهد البلاد كلها، وأضاف: فشل النخب الحاكمة لليمن بين عصرين ملكي وجمهوري كان السمة المشتركة للفترتين، وحتى تداعيات الربيع العربي أتت في حالة ضعف وتقهقر لمقومات الدولة. فاليمن السعيد يراد له أن ينخرط في لعبة الأمم منذ الستينيات، وتكالب عليه القريب والبعيد كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها، وتنميطه بصورة بؤرة إرهابية لا تنموية بهدف تحويله لأفغانستان الجزيرة العربية. فقد صور الرئيس السابق اليمن كبؤرة إرهاب كي يضمن دعما دوليا أكثر وديمومة لحكمه، ولم يدرك خطورة ذلك على مستقبل اليمن، بحيث كانت نظرة العالم الآخر لليمن من زاوية أمنية لا تنموية، واليمنيون اليوم يدفعون ثمن ذلك السلوك الخاطئ طيلة فترة الأربعة العقود الماضية. غدا أمر اليمن ليس بيد هادي ولا أيتام الزعيم، بل بيد الإقليم المنقسم بدوره بعد تشقق البيت الخليجي، وبداهة فقد انعكس ذلك سلبا على المشهد اليمني. ظل عفاش يلغم مستقبل اليمن، فالحوثيون في نهاية المشهد مجرد كومبارس في مسرحية سيئة الإخراج. فكل من ثلاثية هادي والحوثي وصالح ابحث عن الزعيم، وكل من ثلاثية التحالف والإمارات والحراك ابحث عن الزعيم أيضا. تجريب المجرب ضرب من الحماقة، وفقدان البوصلة ليمن الإيمان والحكمة غدا بلا حكمة، وغدا شعبا يقدس جلاده مثل كثير من الشعوب العربية التي وصفها ابن خلدون ينصاعون ويحترمون الحاكم القوي وإن كان ظالما. تحدث تقرير لموقع المشاهد نت عن ما أسماه ظواهر تهدد النسيج الاجتماعي لليمنيين، ويستند الموقع إلى رأي أحد الباحثين الاجتماعيين والذي قال إن حالات الفقر التي يعيشها الكثير من اليمنيين لها مخاطر اقتصادية واجتماعية، وباتت تهدد النسيج الاجتماعي، حيث تزايدت حالات الطلاق والعنف الأسري وتشرد الأبناء وخروجهم إلى التسول وحرمانهم من التعليم. ويضيف عبد الناصر سعيد: هناك اتساع في ظاهرة خروج النساء إلى الشوارع والأسواق بغرض التسول، إلى جانب ازدياد حالات السرقة التي لا تقتصر على الرجال فقط، بل باتت ظاهرة تعرف بعصابات السرقة التي تضم الأطفال والنساء. يفيد الباحث: هذه المشاكل الاجتماعية باتت ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي، وتحتاج إلى معالجة مبكرة قبل أن تتسع ويصبح علاجها أمر معقد ومكلف.
إلى موقع عدن الغد، والذي غطى إحدى الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، أول تظاهرة بعدن تنديدا بالمداهمات الأمنية وتدعو لوقفها. قال الموقع إن مدينة عدن شهدت أول تظاهرة شعبية تندد بعمليات المداهمات الأمنية التي أثارت جدلا طويلا مدة 3 أعوام. وطبقا للموقع، فقد سار المتظاهرون الغاضبون على طوال الشارع عام بمدينة الشعب ورددوا هتافات مناوئة للإجراءات الأمنية. يتابع الموقع: دعا المتظاهرون إلى وقف الحملات الأمنية التي قالوا أنها عشوائية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. من جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لاكبغس الفرنسية عنوانا بارزا حول اليمن: نقاشات مكثفة لنقل السلطة في الحديدة. قالت الصحيفة إن نقاشات في الأمم المتحدة تصاعدت لتفادي معركة بين المتمردين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة والقوات الموالية للحكومة المدعومة من الرياض وأبو ظبي. أفادت مصادر سياسية يمنية عن اقتراح بنقل الإشراف المباشر على ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة. وقال مسؤول حكومي في تقرير الصحيفة الذي ترجمته قناة بلقيس أن المتمردين الحوثيين فرضوا شروطا مستحيلة مقابل انسحابهم من المدينة الكبيرة على البحر الأحمر. وعبر المتحدث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث عن قلقه العميق إزاء الوضع، وقال الوسيط البريطاني: بالإضافة إلى العواقب الإنسانية للمعركة في الحديدة التي يمكن تجنبها، فأنا أيضا قلق للغاية بشأن تأثير مثل هذا الهجوم على العملية السياسية التي تؤكد الأمم المتحدة أنها مصممة على المضي فيها قدما. صحيفة لوفي غاغو الفرنسية بدورها تحدثت عن اليمن وقلق الأمم المتحدة من معركة جديدة. وتنقل الصحيفة عن وسيط الأمم المتحدة اليمني مارتن جريفيث أنه قلق للغاية من خطر هجوم القوات الموالية للحكومة ضد مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال جريفيث بعد الزيارة: بالإضافة إلى العواقب الإنسانية للمعركة التي يمكن تجنبها، فإنني أشعر بقلق بالغ أيضا إزاء تأثير مثل هذا الهجوم على العملية السياسية. كما دعا جريفيث إلى إعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة المرور التجارية، وكان قد أغلق بعد الحصار الذي فرضه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015 لدعم الحكومة التي طردها الحوثيون من صنعاء. البحث عن الذات النهضوية، تحت هذا العنوان كتب اللبناني أحمد جابر مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفاً: تستدعيها حالة الدمار التي عمت البلاد العربية، فما تشهده الأوضاع الوطنية في كل بلد بمفرده وما يسود على أجواء الوضع القومي العربي العام ليس أقل من صنوف دمار متعددة تتراوح بين شدة القتل وزلزال العمران وعواصف الاقتلاع السكانية وتناثر وتذرر الحالات الثقافية. بكلمة أعم، بات كل ما ينطق بالضاد فصيحة كانت أو ذات لحن في مهب ريح صرصر عاتية أصابت المجموع العربي، بحيث لا يستطيع أي بلد أو أي تشكيل اجتماعي أو أي نسق سياسي وثقافي واقتصادي الادعاء أنه ما زال خارج عصف هذه الريح أو أنه لم يصب بأضرار اجتياحها العاتي. يحيل الكلام السابق إلى اقتراح زمن بدايات بديلة لا ينطلق من صفر التراكم الثقافي والسياسي، لكنه يتأسس بالتأكيد على خلاصة فشل الأرقام التراكمية التي ظنها أصحابها مخزونا كميا يمكن الاستناد إليه ويمكن الغرف من نبع ثروته لدى مباشرة سقيا الزرع النهضوي الجديد.
أقامت المحاولات السابقة بين جدران التوليف بين التراث والتجديد، هذا كان دأب بعض الإصلاحيين الذين جعلوا لمحاولاتهم الإصلاحية سقوفاً انجلت عن قيود فكرية وعن أغلال عملية. بعض المحاولات الأخرى قفزت في الهواء في محاولة لإزالة كل سقوف الموروث ومعوقاته، وهذه قتلها سيف الانقطاع عن تراكم ثقافي متين عندما لم تحسن القطع معه بالتجاوز تقدمياً وتطويرياً عليه، فسقطت وغرقت في لج البحر التقليدي الذي أرادت منه نجاح. يكاد التاريخ العربي الثقافي يكرر ذاته الآن، لكن في صورة أكثر هلهلة ومن ضمن تشكيلات اجتماعية أكثر تفككاً وفي سياق انبعاث للموروث أكثر عسفاً وتسلطاً. في وقت لا يرى فيه المواطن العربي رئيس حكومته إلا محاطاً بالمعاونين والمساعدين في كل أمر يقوم به، تورد صحيفة العربي الجديد نموذجاً للسلوك الحضاري ولكن في البعيد، وتعنون الصحيفة: رئيس الوزراء الهولندي ينظف الأرض بعد أن أوقع القهوة وهو في طريقه لاجتماع. قالت الصحيفة: أثار فيديو لرئيس الوزراء الهولندي مارك روت وهو ينظف الأرض بعد أن أوقع كوبا من القهوة كان في يده إعجابا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هولندا وأنحاء العالم. تضيف الصحيفة: يظهر مقطع الفيديو رئيس الوزراء وهو في طريقه لأحد الاجتماعات إلا أنه ولد اجتيازه بوابة إلكترونية أوقع كوب القهوة الذي كان في يده، فما كان منه إلا أن بادر بتنظيف المكان بحضور عاملات النظافة اللواتي صفقن له بإعجاب. في الأخبار المنوعة لموقع عربي بوست، أورد اتهامات وجهت إلى الإعلام الروسي، وعنون الموقع: اتهامات للتلفزيون الروسي برسم ضحكة فوتوشوب على وجه زعيم كوريا الشمالية. قال الموقع: واجهت وسائل إعلام روسية اتهامات برسم ابتسامة مزيفة عبر برنامج فوتوشوب على وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال بث لقائه الذي انعقد مؤخرا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وبحسب ما نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، ظهر الزعيم الكوري الشمالي مبتهجا بابتسامة عريضة في مقطع عرض على التلفزيون الرسمي الروسي، إلا أن صورا من نفس اللقاء قد أظهرته صارم الوجه خلال مصافحة وزير الخارجية الروسي. وعلى الرغم من أن كيم ابتسم بالفعل خلال أجزاء أخرى من الاجتماع، إلا أن الصور واللقطات التي عرضت وقوفه أمام الكاميرات خلال مصافحة لافروف قد أظهرته صارم الوجه. صحيفة الغارديان نشرت مجموعة من أفضل الصور كما وصفتها، والتي توثق لأحداث عديدة الأسبوع الماضي، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.